سلام، كدايرين؟ بخير، صحه لاباس، كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله باذن الله، ومبروك عواشركم وباش ما تمنيتوا، ورمضان كريم ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الشهيوه ديال الرغيفات ديال الشحمه. شوفوا لي الرغيفات كيفاش تيجيو قرمشين مورقين، راه ما تشبعوش منهم الصراحه. نديرها في المقيله الدوب هي الشحمه، ضروري ما نبداو بالشحمه هي الاولى، نديروها في المقيله الدوب، خاصها تذوب مزيان عاد نديرو الخضيره ديالنا موراها. كما كتشوفوا هي الشحيمه بدات تذوب لينا، كنخليها تذوب مزيان، هي راه مازال. ودابا عندي البصله اللي شلطت، ومن ناحيه البصله كنديرها كثيره على الفلفله حلوه، حتى الفلفله قطعت كثير يعني هاي كما كتشوفوا معايا، ولكن البصله خاصنا ضروري نديروها اكثر من الفلفله حلوه. غير تبدا تقلى لينا البصله غير شويه هكا، تبدا كنتبعوها بالفلفله الحلوه ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا معايا فلفله حلوه مقطعاها طريفه رقاق صغيورين، كل ما رققناها كل ما مزيان. خلينا البصله تقلات شويه مع الشحمه اللي دولنا، دابا غندير فلفله حلوه اولا الفلفله حلوه الحمراء والخضراء. غير تبدا تقلى لنا شويه غنديروا العطريه ديالنا. وبالنسبه للعطريه اللي غادي نحتاج، عندي مليحه شويه البزار، قزبر حبوب مطحون، والحار السودانيه على حسب القياس اللي نتوما تحتاجوا. وبطبيعه الحال كتبقى اختياريه، واخا مليويات الشحمه اولا رغيفات الشحمه تحتاجوا الحار. نقولوا بسم الله، نديروا العطريه ديالنا. الى لاحظتوا راني ما درتش قطيره ديال الزيت وما درتش التحميره، كنكتفي فقط مليحه قزبر حبوب مطحون شويه البزار والحار السودانيه حاره. صافي، هذه هي العطريه ديالي اللي كندير واللي كنحتاج. صافي، وكنبقى نقلي مزيان ونشحرها مزيان حتى كتوجد لينا العماره. هيا بدات تشحر لي الخضيره، نخليها حتى كتقلى مزيان، فدابت مزيان. هنا انا راه البقيله ديالي ما قداتنيش، وانا نفرق، فرقت كل شيء، درت في الجميله ها هي والمقيله. صافي، كنبقى نقلي ونشحر مزيان هذا الشيء حتى كيتشحر ليا نتوما تشوفوا معايا في الاخير. ونبداو نعمرو الملوي ديالنا اولا السمنات ديالنا. كتلاحظوا معايا بالنسبه للخضيره ديالنا ملي كتبدا تشحر لينا كتعطي واحد اللون خطير، يعني ما كنحتاجوش نديرو تحميره. كما كتشوفوا معايا هنايا بالنسبه للفليفله الحلوه الحمراء كتطلق داك اللوين ديالها كما كتشوفوا معايا، يعني كافي باش يعطي اللون زوين الملوي اولا المسمن ديال الشحمه. فانا كنكتفي بهذا اللون هذا، طبعا الحل التحميره كتبقى اختياريه. دير جوج زلافات ديال الطحين الابيض، وعندي زلافه ديال الفينو، ملحه،
هادشي اللي كندير في العجينه ديالي. صافي كندهنوها بزويته. وكنغطيوها ديان ها هي كما كتشوفوا. صافي كنخليها ترتاح شي نص ساعه هكاك، ماشي بزاف ديال الوقت لانها دغيا دغيا كتسلق لينا ونرجعوا ان شاء الله. هانتوما شوفوا العجين ديالي ملي خليتها طلقت، دابا نقطعها بريسات صغار. انا كنديرهم رغيفات صغيرين ضروري الزيت. ملي كندير هاد الكريسات تنعاود نقسمهم على جوج. هيا هادي كنديرها بحال هكا، هيا بحال هاد الكريسة هادي دابا غنفرقها على جوج. هيا كيجوني كريسات صغار، ضروري ما نغطيوهم بلاستيك غذائي ويكون مدهونين بالزويته باش نبدا نديرو العمارة ديالنا. نكمل العجين ديالي كلها بهذه الطريقه هذه، كلها نديرها كريسات بطبيعه الحال ونفرقهم على جوج. تيجيو صغيورين ومتولين. وكنتمنى تجربوا مسمنات صغار بلديين ديال الشحمه ويعجبوكم ان شاء الله. وما تنساوش الا كان ممكن الاشتراك والتعليقات ديالكم اللي ديما كنكون في انتظارها. والا عجبكم الفيديو لا كان ممكن ديروا لي اعجاب وخليتكم على خير وبخير ان شاء الله.